اهلا بكم يا شباب في حلقه جديده من برنامجكم شباب على صورته. النهارده عنوان حلقتنا عن كلمه الله في حياتنا. في الفقره الاولى هيكون لنا لقاء مع مجموعه من الشباب، الفقره الثانيه هيكون لنا تقرير مع ماسيو سامح، والفقره الثالثه هيكون لنا لقاء مع ابونا تيودور ممدوح كاهن كنيسه القديسه العذراء مريم بالعباسيه. فاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات حلقتنا، خليكم معانا. اهلا بكم يا شباب بعد الفاصل، ومعايا فقره حوار مع الشباب ساندرا يوسف. اهلا بحضرتك. ساندرا سمير. اهلا بحضرتك. وفادي. اهلا بحضرتك. وبموة. اهلا بيك. اهلا بكم يا شباب، وهنتكلم النهارده عن كلمه ربنا في حياتنا. كلمه ربنا في حياتكم ايه يا شباب؟ عايز اسمعها منكم. انا بالنسبه لي كلمه ربنا لما بسمعها هي اختبار معيه الله. اختبار معيه الله ده اللي هو يعني ربنا معايا في كل حاجه، فدايما حاسس بوجوده جوايا، يعني مش يعني رغم الخطيئة، رغم ان انا ممكن ابقى قرفان من نفسي الكلام ده كله، رغم انشغالي او انا ببعد ومؤثر معاه، لا هو ربنا موجود. الكلام ده كله في البشر، يعني ممكن العلاقات والصحاب وكده ممكن يبعدوا، وممكن يكون في منهم المنشغل وكده، لكن في الاخر ربنا هيفضل هو المستنيني ووقف لي في اي وقت يعني انا محتاجه. الصديق الالصق من الاخ. بالظبط كده. انت عايز تقول ان كلمة ربنا هي جوايا، فتملي شعرني بحضور الله معايا في كل حاجه. بالظبط، انا شاعر بوجوده دايما معايا. حلو جدا. انا بحس كلمه ربنا دايما بتبقى زي جايد كده او مانيوال في حياتي، ان انا ممكن افتح اي حته في الكتاب المقدس واطلع حاجه تساعدني في حياتي او في المشكله اللي انا فيها دي دلوقتي. يعني مثلا في ايه بحبها قوي بتعزيني في اي وقت يبقى عندي فيه مشكله، اللي هي في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم. بحس دايما ان الايه دي بتطمني، بتحسسني ان يعني ربنا كانه بيقول لي ما تخافيش، الحياه وحشه وانا عارف ان الحياه وحشه وصعبه قوي عليكي، لكن في الاول وفي الاخر هي عمرها ما تنتصر عليكي لان انا اللي انتصرت عليها، وانا كده كساندرا اقدر انتصر على مخاوف الحياه دي بطريق ربنا، يعني انتصر عن مكاني يعني. فكلمه ربنا هي بتديني امان وتديني ضمان النصره بالنسبه لي. بالظبط كده. ان انا في كل المواقف بكلمه الله اللي جوايا اقدر اغلب مش هتغلب. حلو. انا بحس ان كلمه ربنا بتديني امل في حياتي، وبتديني ان في تجديد وفي تغيير، واكتر ايه بحس انها بتعمل كده اللي هو تغيروا عن شكلكم تغيير بتجديد اذهانكم، وبحس ان على طول في تغيير، على طول في احسن، اللي هو لو عدينا بحاجات وحشه عادي بنجدد وهنتغير للاحسن، فعلى طول بتدي رجاء يعني. فكلمه ربنا فيها تجديد. بالظبط. بتجدد افكاري، بتجدد شبابي، بتجدد حياتي. حلو جدا. انا كلمه ربنا بالنسبه لي بتبان في المواقف قوي، يعني كلمه ربنا حتى في ناس كتير ما بيحسوش بوجود ربنا غير لما يحصل لهم موقف معين. بس ففي ايه انا بحبها في سفر الامثال بتقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد. ان هو فعلا احنا كتير قوي بنعتمد على دماغنا، المركب ما بتمشيش، هي مش هتمشي غير لما يبقى في فعلا قائد هو اللي عارف يسوقها، لكن كتير برضو عقلنا بيروح لبعيد، افكار بعيده قوي لدرجه ان احنا بننسى اصلا، يعني ساعات بننسى وجود ربنا. فكلمه ربنا بتبقى الجايد، بتبقى القائد بتاعنا، وده كلام جميل لانه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، هي بتنور السكه. انا عاجبني قوي تعاملكم مع كلمه ربنا، وانها حاضره جوانا، انها امان وهي ضمان النصره، انها سراج لطريقي، وان انا اعتمد عليها ومش اعتمد على فهمي في كل حاجه لان الله يساندني، وان كلمه ربنا بتجددني. جميل قوي. طب لما الانسان مننا بيتملي من كلمه ربنا ويبقى ليه علاقه مع كلمه ربنا، ده بيفرق ازاي يعني في حياته العمليه، في قراراته، في اختياراته، في رؤيته للحياه، بيفرق ازاي؟ كلموني شويه عن الموضوع ده. يعني بحس دايما كلمة ربنا بتساعدني قوي في تحديد علاقاتي مع اللي حواليا، يعني بتساعدني ان انا اعرف مين الشخص اللي دخله الانر سيركل بتاعتي، مين الحد اللي يفضل بره، ولو في حد دخل في حياتي ازاي اتعامل معاه ب 1 2 3 الطريقه اللي ربنا علمني بيها والطريقه اللي ربنا عايزني اتعامل بيها. في نفس الوقت انا مش باجي على كرامتي انا اللي ربنا حطه لي، بس انا بتعامل بطريقه ربنا، يعني بتعامل بالطريقه اللي هو اتعامل بيها لما نزل وعاش وسطينا، والطريقه اللي انا بحس ان ربنا عايزني اتعامل بيها لما بقرا الكتاب المقدس. جميل جدا. ايه تاني بيفرق معانا في حياتي العمليه؟ يعني ساندرا بتقول تفرق في علاقاتي،
يعني ساندر بتقول ان كلمة ربنا عملية وفي الحياة بتاعتنا مش منفصلة عن حياتنا، تقدر احط حدود بالظبط كده. ايه تاني؟ يعني انا بالنسبة لي هي بتفرق في قراراتي في اليوم، يعني لما انا ببقى ممتلي من كلمة ربنا فبيبقى عندي سلام داخلي، ده بيفرق في قراراتي ومعاملاتي مع الناس والاحداث اللي انا بتعرض لها في حياتي وفي اليوم، فبالتالي انا باخد ابروتش احسن ان انا اتعامل مع الحاجات دي، وبتبقى نتائج كويسة، ده نتيجة ان انا ماشي بكلمة ربنا في حياتي. صحيح، تمام. ايه تاني بتفرق معاكم كلمة ربنا ما تكون ساكنة فيكم في حياتكم العملية؟ يعني بتفرق برضو في الغضب، يعني لما تبقى مملي بكلمة ربنا صعب انك يعني يبقى في غضب يجي لك، ان يقودك الغضب. سهل، وسهل من غير كلمة ربنا ان عدو الخير يدخل يعمل اي حاجة يوديك في طريق الغضب، وطريق الغضب ده واسع وممكن يعني يعمل حاجات وحشة كتير. فعلا ممكن يوديك الى نتائج صعبة، لكن كلمة ربنا بتحميك. صحيح. انا بحس برضو انها بتديني هدوء في حياتي، فده بالتالي بيخليني اعرف اخد قرارات احسن، واللي هو من غير تشتت، عشان بحس ان لما كلمه ما بتبقاش حاضره جوايا اللي هو بتخبط، بيبقى في زي عاصفه فعلا وكده، فبحس ان فعلا كلمه ربنا بتدي هدوء وسلام بعد كده. يعني بيفكرني كلامكم بانه راح للمسيح وقال له كل كلمه ليبرأ غلامي. كلمه ربنا بتشفي الناس، بتشفي قلوبنا، بتشفي انفسنا بجد. يعني طب كلامكم جميل، حلو قوي قوي، لكن لما كلمة ربنا بتتعارض مع المجتمع اللي احنا عايشين فيه، سواء الدراسة او الشغل، بيبقى فيه افكار ومبادئ غير كلمة ربنا، بتعملوا ايه في المواقف دي؟ هل بتتمسكوا بكلمة ربنا مع ان هيقابلكم في بعض الاحيان ما يبدو انه خسارة؟ هي الحقيقة مش خسارة، بس ما يبدو ان انتوا في نظر بعض الناس خسرتوا، لان انت ممكن تكذب وتعدي، ممكن تحلف وتخلص الموضوع، لكن ما بتعملش كده، فبتقابل في نظر بعض الناس يقول لك ان انت خسرت لكن انت تمسكت بالصدق. فبتعملوا ايه لما تتعارض كلمة ربنا مع الواقع في بعض الاحيان ومبادئ العالم اللي بنعيشه؟ انا بحس ان احنا ممكن نبقى في الموقف ده مش شايفين قوي، او اللي هو مش عايزين نبقى عكسهم او مش عايزين نبقى ضدهم، بس وفي ساعتها بنشوف ان احنا فعلا خسرانين يعني، بس لما بنعمل الصح اللي هو كلمة ربنا بعد كده بنشوف الموقف بعديه بحبة، بنلاقي ان احنا فعلا كان صح وكان المفروض ان ده اللي يحصل، ونلاقي ان احنا كمان مرتاحين مع القرار ده اكتر. يعني صحيح، هو احنا اصلا في الاخر مكاننا هنا في الارض ده يعتبر يعني مكان انتظار، ان حياتنا هنا في الارض جايز احنا نبقى عايشين دلوقتي فيها وشايفينها مهمة قوي قوي قوي، وما بقولش انها مش مهمة، هي مهمة، بس في الاخر احنا بعد لما كل حاجة في حياتنا تخلص مش هيتبقى لنا حاجة واحدة غير ايماننا وعلاقتنا بربنا، فمفيش اي حاجة في الدنيا بتبقى ورث ان انا اخسر علاقتي الجميلة دي بربنا، حتى لو انا هاخد نجاح وقتي او فلوس وقتية، لان يعني الانسان هيستفيد ايه لو كسب العالم كله وخسر نفسه؟ لانه اطلبوا اولا ملكوت الله وبره، بس خلي بالك انه بعدها كلمة جميلة، وهذه كلها تزاد لكم. وفي ناس كتير قوي لما تمسكت بكلمة ربنا بان في الاول ان هم خسروا، لكن بعد شويه اخذوا اكتر واخذوا كل حاجه. كلمني بما انا فعلا عن لما تتعارض كلمه ربنا مع الحياه مع مبادئ الحياه اللي بنشوفها. انا فعلا رايي مع راي حضرتك، اللي هو الانسان اللي بيدوق ويجرب كلمه ربنا بيلاقي ان هو بالعكس هو بيخسر بمفاهيم العالم، بس بيكسب بمفاهيم تانية كتير، بيكسب نفسه، بيكسب صدقه بين الناس، بيكسب حب الناس، بيكسب حاجات كتير. فعامة الشخص اللي ممكن يشوف ان هي خسارة، مع التجربة هيعرف ان فعلا هو كلمة ربنا هي الطريق الصح والطريق الحق، فهيبتدي بعد كده يغير مفاهيمه ويلاقي ان هو مش هيخسر حاجة خالص، بالعكس ده هيكسب، يعني هيكسب احسن كتير. في العالم بيحصل مواقف يعني ممكن تشدنا عن كلمة ربنا، والناس تبص لنا اللي هو انت مش بتقول انت ابن الله ليه بتعمل كده، كتير برضو بيقابلنا الحاجات دي، بس هو الفكرة اللي احنا نحاول نمشي على الكلام. هو صعب اللي احنا نمشي بالحرف، بس على الاقل نحاول، يبقى في خطوه بناخدها، ساعتها اقدر اقول يعني اللي هو انا بحاول. لكن لو انا ما حاولتش خالص بقى اظن ان انا برضو هروح في طريق مش كويس، وبرضو مش هعرف امشي على كلمه ربنا ولا حتى خطوات. بس فهو الموضوع كله بيبقى قرار، انا هقرر انا همشي بكلام ربنا ولا همشي تبع العالم، وساعتها بقى ربنا اللي بيرشد يعني. تتحمل المسؤولية، وربنا في كلماته تبدو ان في بعض الاحيان ان فيها صعوبة، لكن كلها قوة كلها نعمة. هل ممكن تشوفوا في وصايا صعبة بالنسبة لكم؟ يعني في وصايا تحس انها فيها صعوبة بالنسبة لكم؟ عايز يعني اسمعكم.
انا بحس يعني في وصايا كده كتير ربنا بيبقى قايلها لنا، بحس انها ايه يعني ملفوفه في فيونكه كده، يعني بيرفكت قوي على الحياه اللي احنا عايشينها دي. يعني مثلا انا في واقعي بحس ان انا لو حد لطشني على الخد الايمن مش هديله الايسر، يعني بحس ان انا لا انا لازم اقف وادافع عن نفسي واعمل واسوي وكذا وكذا وكذا. بحس ان الحاجات دي يعني ما ينفعش ان انا نط على طول كده، ما ينفعش ان انا مثلا ابقى صغيره قوي روحيا وبعد كده مره واحده اقوم نطه ان انا اقدر احب اعدائي. بحس ان انا دايما لازم اخد ستيبس كده، وبتبقى ستيبس صغيره قوي ويبقى ممكن مثلا نص ستيب كل 3 سنين، بس بحس ان صعب قوي ان انا نط مره واحده كده واحقق وصيه صعبه قوي زي ان انا احب اعدائي. كلامك جميل جدا يا ساندرا، بس في حاجه عايز اقولها لك، انه لما جه داود النبي يتكلم عن كلمه ربنا وصايا يقول لك وصاياك واسعة جدا، لكل منتهى رأيت ايه منتهى، اما وصاياك فايه فواسعة جدا. فقد يكون الوصية اللي انت قلتيها يا ساندرا دي على محبة الاعداء او كده هي كبيرة جدا، بس ان انا ابتدي فيها بتضرب، وربنا بيديني النعمة ان انا يعني اوصل لدرجة حلوة من ان المحبة تملأ قلبي لدرجة الاعداء. لكن لما اخد الخطوة مرة واحدة بالضبط ممكن اتلخبط. عشان كده الآباء يعلمونا يقولك لا تبدأ من حيث انتهى القديسين، صح؟ يعني الأنبا بشوي بيعاش الوصية بتاعت إيه؟ صلوا كل حين، صح؟ مش هينام وهيربط شعره ويصلي. فأنت لسه في حياتك الروحية، ابدأ على مستواك ولا ترتقي فوق ما ينبغي أن ترتقي. لكن أكيد الأنبا بشوي ما وصلش إنه يصلي كل حين من أول إيه؟ خطوة. ففي حاجة اسمها التضرب. ففعلا لما نلاقي في وصية يعني فيها النعمة كبيرة أو واسعة جدا أو عالية جدا، دي بالتدرج واحدة واحدة تقدر أنك يملاك الروح القدس بحسب مستواك أنك تسلك فيها. وكمان في حاجة عايز أقولها لكم، أنه محبة يعني الوصية بتاعت أحبوا أعداءكم، صعب أن الإنسان يحب عدوه، لكن هي الفكرة في حاجة جميلة جدا. أنا أقول لكم مثلا أنه أنت لو لقيت مثلا نخلة كده فيها بلح ورميتها بطوبة هتديك إيه؟ بلح. طيب جميل، لكن مش هديك طوبه. ليه مش هديك طوبه مع انك انت حذفها بطوبه؟ عشان هي ما فيهاش طوب تديوني. فهو احبوا اعدائكم هي مش نظرتي على العدو بقدر ما هي ان انا طبيعتي اللي جوه اتملت ايه؟ حبه. ما عنديش بغضه، روح القدس ملاني واخد مما للمسيح من حب واعطاني، فابتدت طبيعتي تتغير ان انا ما عنديش بغضه، فما اقدرش ان انا ارد عن شتيمه بشتيمه، عن ضربه بضربه، عن اذيه باذيه، بل بالعكس زي ما بيقول الكتاب المقدس مباركين وايه، وان انتوا بتقولوا كلام ان ربنا يسامحك او كده، بس ده مش معناه برضو ان انا ما كنتش مع الحق، لان المحبه تفرح بالحق والمحبه تتأنى وترفق ولكنها تفرح بالحق برضو. فاقدر اعمل الحق بتوازن بس ما يكونش عندي بغضه لاتجاه حد. فهي الحكاية جاية نتيجة ايه؟ اللي جوايا اكتر، صح؟ وكمان التدرج، انت لو بصيت على اي حاجة في الحياة هتلاقيها نوع من التدرج. الشجرة كانت بذرة، انتم كشخصيات جميلة وانا فرحان بوجودكم، كنتوا اطفال صغيرين، كنا اجنة، صح كده؟ تاني، طب تعالوا نتنقل لكلمات تانية، افكار تانية عن كلمة ربنا في حياتنا كشباب. لما اقول لكم كده قولوا لي كلمه ربنا بالنسبه لكم في كلمه واحده، كل واحد كده يقول لي في كلمه واحده وبعدين نبقى نشرحها ونتعمق فيها مع بعض. كلمه ربنا نور. نور نور بالنسبه لك؟ ليه نور؟ ان هو كلمه يعني زي ما اتكلمت في الاول خالص، هو اي طريق مقفول بيبان في الاخر بكلمه ربنا. يعني هو كان الطريق ده ظلمه، فانت تلاقي نور مره واحده من بعيد كده نور، فانت عرفت ان ده الطريق اللي همشي فيه لحد ما اوصل للنور ده واتاكد فعلا. حلو. انا بالنسبه لي كلمه ربنا لو اقول يعني او صفه في حاجه فاقول هي فرحي. فرحي، لان الانسان حلو قوي. انا عجبني قوي يا بيمو كلمه فرحي دي. ميرسي. يعني انت خدتها ليك انت كشخص. بالظبط. يعني لو فادي اخد نوري تبقى نوري انا بطريقه شخصيه بتاعتي. بالظبط، هي فرحي لان انا حسيت بفرح وكده، ومع الاختبار الانسان بيكتشف قد ايه هي مفرحه وجميله جدا، فبيكمل مع كلمه ربنا يعني. فانا انسب حاجه بالنسبه لي هي كانت فرحي يعني. جميل، بفرح بيها. حلو قوي. هي كلمه ربنا بالنسبه لي ينبوع، هي فياضه
وبترويني يعني هي ما بتخلصش, وفي نفس الوقت ما يعني كلامها او بركاتها او نعمتها هي ما بتخلصش جوايا انا كمان. واسعه جدا. بالظبط كده صح. انا بالنسبه لي كلمه ربنا سلامي, يعني هي اللي بتديني سلام وعلى طول بتديني امل وتغيير ان لسه في احسن ولسه هنطلع قدام اكتر. فكلمه ربنا سلامي, كلمه ربنا فرحي, كلمه ربنا نوري, كلمه ربنا ايه بقى يا ساندرا؟ ينبوعي. ينبوعي, الله, جميل قوي. طب ازاي نشبع من كلمه ربنا؟ بتعملوا ايه؟ بندرس, بنتعلم؟ في ناس تقول لك انا ماليش في القرايه قوي, نحل المواضيع دي ازاي؟ انا من ناحيتي بحب بصراحه الخلوه, يعني بحب اقعد مع نفسي كده, اقعد مع ربنا وبيبقى فيها صلاه تجاريه, فبفتح له قلبي واتكلم بقى معاه, وهنا بكتشف حاجات برضو وبطلع حاجات بفضفض. فبالنسبه لي بحب يعني الخلوه, ومن خلالها ربنا بيبعت لي اشارات يعني, وبيبعت الانجيل مع نفسك وكده. بالظبط, اقرا مثلا في الانجيل, اسمع ترنيمه, اسمع وعظه, اصلي, الكلام ده كله, اعتقد الحاجات دي تنفع كويس. يعني انا بحب اسمع التفسير اكتر من, يعني ما بحبش القرايه قوي بصراحه, انا بسمع اكتر يعني. بس وبحب برضو الصلاه السهميه جدا, هي يا طالعه يعني, هي مش وقفه صلاه, هي علاقه ما بيني وبين ربنا, صداقه. انا بتكلم معاك يا صاحبي, فدي في حد ذاتها يعني بتبقى بتعمل حاجه في النفس كبيره, ما نعرفش جايه منين برضو. روح الله يسكن فينا. صحيح. انا بحس ان في الاول لازم اتضع واسمع كلمه ربنا علشان احس بيها وتدخل جوايا. لو يعني لو انا انسان متكبر يعني على كلمه ربنا مش هعرف اصلا ان هي اسمعها بس, فبحس ان اتضع وبعد كده مثلا اخد خلوه. او فالاول خطوه انك تقبلي كلمه ربنا للتضع, يعني زي ما الكتاب المقدس بيقول اقبلوا بوداعة الكلمه المغروسه. بالظبط. انت قلتي نقطه جميله جدا يا ساندرا. هاي بحس ان انا دايما في وسط حياتي السريعه قوي دي والريتم السريع في الحياه اللي احنا عايشين فيها دي, يعني لازم كده, يعني بحس ان فكره ان انا اقرا الكتاب المقدس او اخد مع نفسي خلوه او اخد وقت لكلمه ربنا بتضيع وسط كل الصربعه دي. بحس ان انا دايما لازم اعمل لنفسي ستبس واقعيه امشي عليها, يعني مثلا انا النهارده هقرا من ايه كذا لايه كذا, واكتب عندي وادون عندي ان دي من حاجه من الحاجات الاساسيه البرايورتيز اللي لازم اقعد النهارده واعملها. فكده انا يعني كاني بغصب نفسي ان انا اقعد اسمع كلمه ربنا, بعد كده قدام هلاقي الموضوع ده بالنسبه لي حاجه بتيجي تلقائيا, ان انا النهارده لو ما فتحتش الكتاب المقدس وما قريتش حاسس ان في حاجه غريبه, في حاجه ناقصه. بالظبط. ففكره ان انا احط ستبس كده, احط لا لازم النهارده اعمل كذا وكذا وكذا وكذا, دي بتساعدني قوي ان انا ما انساش او ما اضيعش كلمه ربنا في وسط السرعه دي. حلو جدا, كلامكم جميل, بس للاسف وقتنا خلص. فاصل ونرجع نكمل بقيه فقرات حلقتنا, خليكم معانا. ما انساش او ما ضيعش كلمه. حلو جدا, كلامكم. لقيتنا, خليكم معانا.
أهلا بكم يا شباب بعد الفاصل، ومعايا مشرفني أبونا تيودور ممدوح كاهن كنيسة القديسة العذراء مريم بمنطقة العباسية. أهلا بك أبونا. أهلا بيك وبكل الشباب وبكل المشاهدين. تعيش أبونا. أهلا بيك أبونا. احنا بنتكلم النهاردة عن كلمة الله في حياة الشباب. جميل. موضوع مهم جدا. طبعا موضوع مهم وموضوع حيوي وبيحتاج جهاد طول الوقت ان احنا نكون عايشين بحسب كلمة ربنا فعلا. وتملي ابونا احنا بنصلي في نص الليل كده، يعني في كلمة كده بتعلق معايا بحب اتوقف عندها يعني وابتدي بيها مع قدسك. بماذا يقوم الشاب طريقه؟ بحفظ اقوالك. الله. حفظ اقوالك بقى يا ابونا. دي حفظ اقوالك ده تعبير طبعا كتابي وتعبير جميل مهم جدا ان يكون في ذهن كل واحد مننا، ولازم نبقى واخدين بالنا هو يقصد ايه بكلمة بحفظ اقوالك. يمكن المعنى المباشر للكلمة الواحد يكون عارف الآية حافظها برضو بيرددها، لكن حفظ الآية المقصود بيه ان الواحد يكون عايشها، الحاجة اللي هو عارفها وهضمها وشبع بيها كويس ازاي يكون عايشها، فيبقى حافظها وكلمة ربنا كمان تحفظه. فهي المادة الفعالة في كلمة حفظ دي ان تعيش كلمة الله في حياتك، تعيشها في حياتك، تبقى مطبقها، هو دون المهم. فبالتالي انت كده حافظها كويس، عارفها كويس، عايشها كمان كويس. طب ابونا تفرق في حياتي ازاي كشاب اني انا عندي كلمة ربنا شبعان بيها، تفرق ازاي في حياتي بالذات في الجانب العملي بقى؟ بص هقول لحضرتك على حاجة. اول حاجة مهمة قوي تفرق ازاي، هي تفرق لان هي الطريق الى الملكوت، تفرق لان هي الطريق الى السماء. فانا موجود على الارض علشان خاطر عناية على السماء وعاوز ادخل الى الملكوت. الطريق والطريقة اللي توصلني للملكوت هي كلمة ربنا لما اكون انا عايشها في حياتي. فده فرق عظيم بيميز بين كل شاب وشابة مسيحي ومسيحية عن كل الناس اللي موجودة في العالم. الكلمة بتاعت ربنا اللي هو حافظها وعايشها هي اللي هيبيها ومن خلالها يدخل الى السماء. فاحنا مواطنين سماويين، فده فرق بيننا وبين العالم كبير. دي اول خطوة، اول نقطة. الحاجة التانية كمان على الجانب العملي، على الجانب العملي. الحاجة التانية في الجانب العملي تجعل الانسان الشاب والشابة مميز ومتميز. كل كلام ربنا لما نتابعه، او عاوز اقول لحضرتك كل ما نقرا كمان حتى كل الاحداث والقصص اللي في الكتاب المقدس، هنلاقي كل اناس الله كانوا ناس ناجحين ومليانين بالبركه. فالانسان اللي بيحفظ وصيه ربنا وبيعيش بيها ربنا يملى حياته بالبركه. افتكر عن ابونا اسحاق اللي من الاباء الاولين، وازاي في وقت من الاوقات لكونه كان حافظ كلمه ربنا، يقول في سفر التكوين اصحاح 26، فكان لما بيزرع أصاب 100 ضعف، كان يصيب أضعاف وأضعاف في الإنتاج. فده إيه؟ نجاح، بركة وبركة. عشان هو حافظ وصية ربنا كويس. وفعلا زي ما بتقول الوصية، الرجل الأمين كثير البركات. طبعا فالأمانة تجاه كلمة الله بتدي إثمار جامد جدا. طبعا تدينا بركة في حياتنا. عاوز أقول البركة دي بتكون موجودة في النجاح. الإنسان اللي ربنا مالي حياته بالبركة هتلاقيه باستمرار هو دون الإنسان الناجح. عايز أنقل لك حاجة أبونا من واقع الشباب شوية. لما بنيجي نقول كلمة بركة دي، ممكن نتيجة أفكار العالم وشوية إنه كلمة بركة دي يعني يقول لك إيه يعني بركة، لا كلام كده وتشجيعي كده، لكن هي حقيقة طبعا. بالكتاب المقدس، وفي الكتاب المقدس فصل إنجيل اللي بنسميه إنجيل البركة هو معجزة إشباع الجموع بالخمس خبزات والسمكتين. تعال نراجع كده المعجزة دي، هتلاقي إن فيها ربنا كان منظم جدا جدا في كل حاجة. طلب من التلاميذ إن هم يعملوا إيه؟ يتكؤوهم 50-50، نظمهم. طلب إيه؟ يعرف قدر الحاجات اللي موجودة تقدر عندهم تقدمها. بالمعرفة الحديثة هقول هو درس كويس ايه الامكانيات الموجودة، المعطيات اللي من خلالها ربنا هيعمل معجزة مليانة بالبركة ويشبع بيها الجموع كلها. وبعد ما اكلوا وشبعوا وراعى ربنا كل احتياجاتهم الروحية ثم الجسدية، قال لهم اجمعوا كمان ايه القصر اللي تبقت، فجمعوا 12 قفة مليانة بالقصر.
فإطلاقا مفهوم البركة مش المقصود بعدم الترتيب أو عدم التركيز أو عدم النظام، بل بالعكس ده البركة مش هتيجي إلا من خلال الإنسان المهدف والمرتب والمنظم وللي علاقة حقيقية وقوية بربنا. جميل قوي يا ابونا، يعني اعمل الدور بتاعي رغم ان الخمس تقرف والسمكتين مش كافيين، لكن هما اللي في ايدي واعملهم بنظام وترتيب، ربنا يبارك هذا العمل ويجعله مشبع. اعملهم بنظام وترتيب وانا في ربنا، وانا في المسيح، في المسيح. وبالمسيح وللمسيح. جميل جدا. وكمان ابونا على الجانب العملي بيبقى اختيارات الشخص اللي شبعان من كلمة ربنا مختلفة وقراراته مختلفة طبعا، سواء الشغل او الدراسة او الزواج، حتى حياته بتبقى فيها اختلاف مختلفة لأنها بحسب فكرة الله. فبالتالي هي صحيحة. يعني الإنسان عموما اللي بيتبع الوصية ومتمسك بوصية ربنا كويس وماشي بحسب الوصية، ربما صحيح يكون بمفاهيم العالم في اختلاف وفي يعني صورة تانية من وجهة نظر الدنيا. لكن اللي ماسك في وصية ربنا كويس لازم يكون واثق كويس ان هو ماسك في الطريق الصح، وبالتالي الطريق الصح يؤدي إلى النجاح الصح. عشان كده يقول من وصاياك تفطنت، خدت الحكمة، خدت المعرفة والحكمة. ومن منكم تعوزوا حكمة فليطلب من الله. يعني حتى الجانب الروحي موجود في الموضوع بصورة مهمة جدا. كمان من أجمل الحاجات يقول عن كلمة ربنا إنها نور، سراج لرجلي كلامك، نور لسبيلي، فيعني بتنور السكة، فبتفرق في حياة الإنسان. اللي ماشي في النور بيقدر يعمل اختيارات، بيقدر ينجح، بيقدر يبقى شايف متطمن. هقول لحضرتك الجزء ده جزء مهم جدا. لأن كلمة ربنا تنور فتضيء لي الطريق عشان أمشي في الطريق الصح. ربما الإنسان يكون في بدايات حياته وفي حياته وحتى وهو متقدم في العمر في حياته بتقابله أمور هو محتاج يميز فيها بين الصواب والخطأ، أمور بين الصح بعض كده والغلط، بين الخير والشر. إيه اللي يفصل لي في الموضوع ده؟ كلمة الله، كلمة ربنا. فيبقى مهم قوي أني لما برجع لكلمة ربنا هنا ببقى عارف الطريق الصح اللي أنا أمشي فيه. فكأن ربنا عمل إيه؟ نور لي الطريق، نور لي السكة، شاور لي وقال لي الطريق ده هو الطريق الصح اللي أنت لازم تمشي من خلاله. حلو قوي. بس هنا بينقلني كلام قدسك، هو كلام رائع طبعا وحقيقي، وفي كتير مننا اختبر هذا في حياته، ان كلمة الله قد ايه قادته وقد ايه نورت ليه السكة كتير وحمته وانقذته، لانه في عثرات واخطار حاجات كتير قوي. لكن لما تتعارض كلمة ربنا مع فكر العالم، انا في الشغل او في الدراسة بلاقي انه في تعارض وهخسر. يعني كلمة ربنا انا بقول لك وبنقل لك بعض الافكار يا ابونا، ممكن انا لما اتمسك بيها، يعني ممكن واحد كذبه بيعدي، انا ما اقدرش اكذب، ما اقدرش احلف، صح، فهخسر. ايه راي قدسك؟ رايي ان احنا لازم نحسبها كويس، نحسبها الحسبه السليمه. ازاي؟ بان احنا ندرك فين المكسب وفين الخساره. صحيح. ف ما تحسبه خساره هو مكسب، انت حاسبه خساره دون هو المكسب. صحيح. لأن جايز الواحد صحيح يحسب أن دي خسارة على الأرض، خسارة في العالم، لكن في حقيقة الأمر هي مكسب للإنسان، أنه بيكسب مكان في الملكوت، بيكسب صحيح. مكان مع ربنا. فلو فكر الواحد فينا كويس في كل موقف، هو أنهي الأحسن، أكسب مكان في السماء ولا أكسب حتة على الأرض؟ أعتقد الحسبة الصح بتقول أكسب مكان في السماء. فبالتالي اللي جايز أكون أنا فاكر الوصية خسرتهوني عشان خسرت حاجة على الأرض، هو في حقيقة الأمر مكسب. القرار والاختيار يرجع ليك، يرجع للإنسان في النقطة دي أو في الجزئية دي في اختياراته. لازم أكون أنا عارف أنا عاوز إيه، هو أنا عاوز ربنا وعاوز السماء، ولا عاوز الأرض اللي هتنتهي وعاوز أقضي أيام بحسب مفهوم العالم وبحسب مفهوم عدو الخير. أعتقد كلنا بصين على الأحلى وعلى الأحسن وعلى الأصح إن إحنا نبص على ربنا، فبالتالي هي مكاسب وليست خسائر. حلو قوي يا ابونا، يعني راجع الفكره طبعا. يعني مثلا ابونا بيفكرني بموقف دانيال لما رفض من اكل الملك، يقول واما دانيال فوضع في قلبه ان لا يتنجس بأطيب الملك ولا خمر مشروبه، وده هيعرضه لخطر وخساره، هو هياكل بكل. لكن اخترت مثل جميل فظيع يا ابونا، انا بحب دانيال جدا اصلي يا ابونا، والايه دي هي محور حياه
ناس كتير قوي لو صحيح. تمسكوا بيها لو نجاحات رهيبة. تعال بقى نمشي مع دانيال في الجزء ده. أول أوكي. أول حاجة دانيال كسب المكسب الرئيسي إن صار ليه مكان في ملكوت السماوات مع ربنا. ده المكسب الرئيسي بالنسبة له. بالرغم ممكن إن هو بيأكله من أكل الملك في خسارة قدامه. خسارة مادية ملموسة. لكن واضحة. أنا مش شايفه خسر وهقول لحضرتك ليه. لأنه ثانيا لما مشي مع ربنا عرف يتضرع إلى ربنا ويرجع شعبه كله من السبي في نهاية القصة. فكسب الأرض. ثلاثة. نهاية القصة كحدث اللي حضرتك حكيته. خلي بالك في الآخر هو بعد ما دخل في الديل دون. كانت النتيجة إيه؟ إنه في الآخر اتضح إني في الاختبار النهائي فاق بعشر أضعاف أحسن واحد كان موجود في المملكة في الذكاء. وكسب هو المنصب. واختلفوا الملوك اللي عدوا عليهم في السبي ثلاث ملوك وهو في كل مرة كان بيكون في المكانة يا الرجل الثاني وهو في الحقيقة كان بيبقى الرجل الأول يا في مكانة رئيس الوزراء يا رئيس المستشارين. فدانيال مخسرش. دانيال عاصر ثلاث ملوك ومع كل واحد فيهم هو كان ناجح وكان ناجح جدا. كان دايما بيكون هو الرجل الثاني وفي حياة الأمر هو كان بيكون الرجل الأول. كان بيبقى في مكانة رئيس الوزراء في مكانة رئيس المستشارين. ففي حقيقة الأمر هو حتى على الأرض ما خسرش. تمسكه بالوصية خلاه كسبان مكانه في السماء. كسب أنه يرجع شعبه مرة تانية من السبي لأرضهم. وخلاه كمان يكسب مكانة متميزة حتى في الحكم في المكان اللي كان موجود فيه في السبي. عجبني جدا أبونا كمان في تمسكه بالوصية كان مرن. يعني هو مش هياكل من أكل الملك لكن عنده أفكار. جرب عبيدك 10 أيام بكل بالزبط. رجولة وثقة وإيمان عظيم جدا وشخصية قوية. أنا عاوز أقول مع حضرتك إن هي مرونة وحكمة روحية. فعلا. كان ربنا معطيه حكمة رغم صغر سنه في الوقت ده في البدايات. فكان ربنا معطيه حكمة روحية نتيجة إن هو كان دايما شبعان بكلمة ربنا دايما شبعان بالوصية. كلمة ربنا والوصية تعطيني حكمة بتسبغني بفكر مقدس. وعشان كده كان بيتقال عنه رجل فهيم وفيه روح الله. بالظبط. يعني دي وصفه يعني ابونا اتكتب عنه هذه الكلمات. دانيال. بالظبط معروف عن دانيال. دي نتيجة التمسك بالوصية والتمسك بكلمة الله انها بتبنينا من الداخل بتخلي شخصيتنا قوية. متمسك بالوصية وعيشها. وعيشها. مطبقها منفذها بصورة عملية. فبالتالي ده كان مخلي دانيال في مكانة متميزة من النجاح طول الوقت. وده بينقلنا الكلمات بولس الرسول انه ما خسرته احسبه نفاية في ان انا عرفت المسيح وعشت قصة النجاح الجميلة دي. طبعا. لان بولس الرسول كان ممكن يكون في بداياته طول الوقت كان بيعيش عيشة قبل ما يدرك الايمان وربنا يدعوه ويعمل مع ربنا. كان بيعيش عيشة صعبة من التزمت والتعصب والأفكار المغلوطة. لكن لما ربنا دعاه للخدمة واكتسبه وبقى فيه روح ربنا وبقى فيه هذه الحكمة فكر إزاي يعيش صح ويكون لما كان صح في الملكوت ويكون كمان ليه نجاحات في الكرازة والتبشير. قد إيه بولس الرسول من أعظم كارزي المسيحية عبر كل تاريخها وعبر كل عصورها. يعني لما نيجي نفكر فيه معاه طيارة خاصة وده نجاح. نجاح رهيب وتميز. أن شخص يقدر يعني أبونا كان بيرتب رحلات يعني هو معاه طيارة خاصة. بالظبط كده صح أبونا. يعني ده معاه. زمان في أيام ما كانش فيه التواصل والمواصلات طبعًا. وكان بيحط خطط ويسافر بلاد تخطيط سليم وتفكير سليم وتدبير سليم لأنه أصبح مسبوغ بهذه الحكمة الروحية اللي ربنا أعطاها لي بكلمته. كلمة ربنا قوة طبعاً. لحياتنا قوة طبعاً. يعني أي واحد فينا يا جماعة عايز شخصية قوية يلتصق بكلمة الله ده أكيد تفرق في شخصيته وتفرق في مبادئه وتفرق في قوته في تنفيذ الوصية كمان. أمانته طبعاً. أبونا طب ينقلنا بقى النقطة هو كلام جميل ومشوق. طب أنا عايز كده بس بلاقي صعوبة في كلمة الله في بعض الأحيان ايه اعمل ايه لما الاقي شوية صعوبات ان انا انفذ بعض الحاجات. لما الاقي صعوبة في التنفيذ فانا محتاج المعونة واخد المعونة دي اولا من ربنا. اتنين محتاج المثابرة يعني باستمرار اجاهد ازاي انا اعيش الوصية دي في حياتي. تلاتة محتاج التلمزة. ازاي ابائي وازاي الخدام اللي بيخدموني
بيعلموني أعيش الوصية وجاهد، وحتى لو وقعت في وقت من الأوقات هقف تاني وهجاهد تاني. ربنا ينظر إلى هذا الجهاد ويكلل المثابرة والجهاد دون بالنجاح دايما باستمرار في أن أنت تنفذ الوصية. ربنا اللي سألتم شيئا باسمي فإني أفعله، ربنا بيعملهن. فالواحد لما بيسأل ربنا أن يديله يعيش الوصية ربنا يسنده. وعاوز أقول أي مهمة قوي، أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. الآية دي أنا بشوفها باستمرار في تنفيذ الوصية، أن الواحد فينا أحيانا يشعر أن الوصية أعلى شوية، صعبة شوية، محتاجة جهاد شوية، يبقى أنا هقول أنا عاوز قوة ومعونة من ربنا يسوع المسيح، فأستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. وبروح ربنا بيعين وبيساند ضعفتنا وبيدينا معونة، وكما فعل في القديسين هيفعل معنا، وهي قوة ربنا في الأول وفي الآخر. بس علينا بس إن إحنا نريد أن نريد الوصية طبعاً. يعني تقريبا كده ونحبها ونحبها ونحفظها ونعيشها. زي ما ابونا واحنا طالعين كده في مغاره انبا انطونيوس عليه السلام في اقوال اباء كده، ففي قول ابونا لفت نظري جميل قوي، بيقول لك الفضيله او النعمه لا تريد منك فقط الا ان تريدها بالظبط، لان هي عطيه وهبه وعمل روح ربنا داخل صحيح. الانسان. ونفس الكلام ينطبق على الوصيه. كل ما انت هتعوز الوصيه كل ما ربنا هيديك قوه انك تعيشها وتنفذها. جميل قوي. طب ازاي ابدا ابونا في تدريب عملي بقى ان انا اشبع بكلمه ربنا وادرس واتعلم وتتلمذ بكلمة الله وتسكن فيها بغنى؟ جميل، ثلاث كلمات حلوين يساعدونا في الطريق إلى أن احنا نكون عايشين الوصية كويس. أول حاجة اقرأ. لازم يكون لكل واحد فينا قانون روحي منتظم في قراية الكتاب المقدس بانتظام. وزي ما بندور إزاي نشبع أجسادنا يوميا بالغذاء الجسدي، فأنا كمان محتاج أشبع روحي يوميا بالغذاء الروحي اللي فيه كلمة ربنا. فواحد اقرأ كويس كتاب مقدس يوميا بصورة منتظمة، لازم ده يكون جزء من يومك الأساسي. اتنين، افهم كلمات مش بنعرف معناها. النهاردة سهل تعمل سيرش وتلاقي معناها بسهولة، سهل تلاقي تفسير في كل مكان، سهل تلاقي تفسير على جوجل، بس طبعا تكون تفسير احنا الكنيسة موافقة عليها. تعرف تجيب المصدر يعني المظبوط. تسمع عظات، فلازم تفهم كويس الكلمة والموضوع. ثلاثة، ودي اخر حاجة، انك تعيشها بالتطبيق، تجاهد ازاي تعيشها. كل ما ربنا يلمس قلبك بوصية اشغل قلبك بيها وعقلك بيها ودور ازاي تعيشها، فيبقى تدريب حلو. اقرأ افهم عيش، اقرا وافهم وعيش. حلو قوي يا ابونا، كلمات يعني نختم بيها. واحب كمان نتذكر الكلمه اللي قلناها في الاول، بماذا يقوم الشاب طريقه؟ بحفظه واخوالك. شكرا لك ابونا تيودور. شكرا لحضرتك ولكل المشاهدين. بشكر ابونا تيودور ممدوح كاهن كنيسه القديسه العذراء مريم بمنطقه العباسيه. شكرا ابونا، ونتقابل في حلقات جايه بنعمه المسيح.